هولم. هل هناك صمود حتى الوصول عند الكيلو 137 لكي نصل إلى الانترميد سبرنت الثاني وحصد النقاط هناك الآن؟ ونحن في المتابعة والمشاهدة هنا الفريق الفرنسي، الفريق الفرنسي خلوا بالكم، الفريق الفرنسي غروباما، هذا الفريق الآن، هذا جوكوبو وهو دراج يمتاز بسرعة النهائية، هذا الدراج عنده قدرة في السرعة النهائية جوكوبو اللي موجود الآن في الصورة، وهو أكبرهم سنا في هذه الكوكبة من المتسابقين، وهذا الفريق الفرنسي وهذا الدراج الإيطالي، دراج إيطالي الآن يزود زملائه، يزود زملائه، الله روح جميلة. نعم هذه عملية التزويد بالنسبة للدراجين بالمياه، درجة الحرارة ما بين 25 إلى 27 درجة مئوية في هذه اللحظات. نعم إنه جاكوبو و 34 عام داش الآن راح يدخل في 35 سنة، أكبرهم سنا في فريق غروباما. هذا الدراج حقق مرحلتين في طواف بولندا عام 2009 2010، وهو دراج سبرنتير معروف بوضعيته، يعرف هذا الدراج وتنافس مع بولي جريجا، يمكن إذا يسمعني الآن بولي جريجا يعرف هذا الدراج جيدا، يعرفه جيدا لأنه تنافس معه في الكثير من السباقات والمناسبات. هو من مواليد 87، هذا الدراج الواضح أمامنا واللي يزود زملائه الآن أكثرهم خبرة، راح يكون هذا دوره اليوم، دور التزويد والمساعدة.